نكمل الكوبي باسورد سيستم. هنبدأ بالهوت. الهوت دوت باول ستيرنم. الهاند ستيرنم عند كوستا كارتليج، تلتين ناحية الشمال والتلت ناحية اليمين، أو يعني هو يعتبر في النص مايل للشمال سنة، فالتلتين ناحية الشمال والتلت ناحية اليمين سنة، أو right to the medium limb من السكند للسيكس كوستال كارتلج، مغطى بالكالسيوم، والكالسيوم مكون من فايبرس من بره، يبقى ده الأوتر، والإنر سيرس يبقى بالكالسيوم ده طبقتين، الطبقة اللي جوه اسمها سيرس والطبقة اللي بره اسمها فايبرس، وفي النص في طبقة صغيرة أو كمية بسيطة من البيكارديا فلويد. يبقى بين الطبقتين بتوع البيكارديا في سائل بيكارديال فلويد، في رايت أتريم رايت فينتريكل ليفت أتريم ليفت فينتريكل. يبقى الديوكسيجين بلد بيوصل من كل الجسم عن طريق سبيل الكبد وانفيريور الكبد، يصب في الرايت أتريم، بعد كده الرايت أتريم بيروح للرايت فينتريكل عن طريق الرايت كاسبيت فالف. اشوفكوا صورة كده. هنا ال ادي الرايت أتريم بيستقبل الدي أكسجين بلود من كل الجسم عن طريق السوبيا فيا كابا، ده شريان ضخم أو وريد ضخم قصدي، سوبيا فيا كابا وإنفيريور فيا كابا. سوبيا فيا كابا بيستقبل الدم من النصف اللي فوق أو الجزء اللي فوق من الجسم، أبر ليمب وأبر شست وهيد أند نيك. إنفيريور فيا كابا من باقي الجسم الجزء اللي تحت، يصبوا في الرايت أتريوم، وبعد كده من الرايت أتريوم يصب في الرايت فينتريكل عن طريق الترايكاسبيد فالف. الترايكاسبيد يعني اشتمام ليه تلات يعني تلات قاسب، قاسب اللي هي الليفلت، هي يعني اشتمام ممكن يبقى اتنين قاسب أو تلاتة قاسب. تراي قاسب تراي يبقى تلاتة، لو باي زي ميتوال ده باي باي قاسبيد يبقى اتنين، تمام. يبقى بين الرايت رايت اتريوم ورايت فنتركل في ترايكاسبيد فالف. وبعد كده قلنا من الرايت فنتركل بيصب في البالمونري ارتري عن طريق البالمونري فالف، والبالمونري ارتري بينقسم واحد لمين واحد شمال، رايت بالمونري ارتري وليفت بالمونري ارتري. يبقى ده الترانك، ده الجذع بتاع البالمونري ارتري قبل ما نقسم لليمين وشمال، واحد للباقي اليمين واحد للباقي الشمال. الصورة دي واضحة عندكم؟ الصورة دي زهرة صح؟ لا السعودي زهر تاني. يبقى نقول تاني الدم جاي من كل الجسم عن طريق السوبيريور فينا كافا للجزء اللي فوق من الجسم، والإنفيريور فينا كافا للجزء اللي تحت من الجسم، بيصب كله في الرايت أتريوم، الرايت أتريوم بيضخ الدم للرايت فينتريكل، الرايت فينتريكل عن طريق إيه؟ عن طريق صمام بينهم اسمه ترايكاسبيد فالف، يعني صمام عنده تلاتة قاسب. القصب اللي هي جزء من اللي هو زي الكوباية، جزء من الفالف. كل وايد فنتكل لما يعمل كونتراكشن لما ينقبض يضخ الدم في البلمونري ترانك، ومن ثم للرايت والليفت بلمونري ارتري.
للي بقى اليمين واللي بقى الشمال عشان يبدأ، أو دي هتبقى البلمونري سيركوليشن. تمام، فين اسمه اللي انا كنت يبقى بين الوايت اتوم والوايت فينتريكل، قلنا في ترايكاز بالقلب، والديوكسيجين بلاك بيروح للبلمونري ارتري لللانجز عشان يحصل فيه اوكسجينيشن، وبعد كده يرجع تاني لمين؟ لليفت اتريوم. يبقى الليفت اتريوم بيرجع له اوكسجينيتد بلاد عن طريق 4 بلمونري فينز، وهنا قلنا فينز مع انهم شايلين اوكسجينيتد بلاد، يبقى هنا مسميات في المسميات الرئوية بالنسبة للشرايين بتاعتها عكوسة. الارتري اللي هو ده شايل دي اوكسجينيتد بلاد، هو ده الارتري الوحيد اللي شايل دي اوكسجينيتد بلاد، والفين اللي هو بالون فين اللي هو ده اللي جايب دم من الرئة وديه للليفت فين للليفت اتريوم 2 من اليمين و2 من الشمال بيصبوا في الليفت اتريوم. دول فينز علشان جايين داخلين على القلب، اي حاجه داخله على القلب اسمها فين، او طالعين اللنج اي حاجه طالعه من اي اورجان اسمها فين. تمام، بس جواها في ايه؟ جواها في دم اوكسجينيتد، فده برضو الفينز الوحيده اللي في الجسم اللي فيها دم اوكسجينيتد. تمام. يبقى دي صورة التركيز بالقلب بتفصل ما بين الرايت اتريوم والرايت فينتركل، والرايت فينتركل لما ينقبض اللي يحصل التركيز بالقلب تقفل عشان يمنع الدم يرجع للرايت اتريوم، فالدم مش هيلاقي غير سكة واحدة بس اللي هي مش كده، عن طريق بالمونري فالف انتو بالمونري ترانك و رايت اند ليفت بالمونري ارتريس، بعد كده يروح للنج واللنج رجع الدم للهارت اوكسجينيتد للليفت اتريوم عن طريق بالمونري فينز. تمام، ما بين الليفت اتوم ليفت فينتركل ميتال فالف اسمها الميتالي، ده باي كاسبيد فالف، بس ده ما هيدخل من ليفت اتوم للليفت فينتركل عن طريق ايه؟ عن طريق اسمهم ده، اسمهم دوت ميتال فالف او باي كاسبيد فالف. بعد كده الليفت فينتركل تنقبض علشان تضخ الدم، فالدم هيجي يرجع للليفت اتريوم هيلاقي السكة قفلت، القزم دي بتقفل، هيلاقي السكة القديمة الوحيدة هي الأسنج الأورطة ده اللي بيتفتح، فيقوم يعني داخل الدم في الأورطة. هنا نلاحظ إن القزم دي لتحت والقزم دي لفوق، ليه بقى؟ وهنا نفس الكلام، القزم دي لتحت والقزم دي لفوق. ليه؟ عشان لما الفنتركلز تنقبض الدم هيقفل دي، لأن القزم دي هيجي يرجعوا هيقفلوا على بعض، أما هنا هيفتحوا الدم هيزقهم فيفتحوا، هي نفس الكلام الدم هيزقهم هيقفلوا، بالنسبة للميترال هزق القزم دي هتقفل، بس هزق الأورتيك فالفز دي هتفتح لأنهم عكس بعض. تمام، هي عاملة زي البالونة، القزم دي لما الدم يجي في اتجاهها بالعكس، لو الدم عايز يمشي كده فالقزم دي هتتنفخ وتقفل، هنا القزم دي الجزء الكونفكس ده في اتجاه سيارات الدم كده، لما الليفت فينتريكل تنبسط الدم بيحاول يرجع لورا هتلاقي القزم اتنفخت، الكوباية دي اتنفخت دي ودي، وبعدين دول بيتنفخوا فبيقفلوا
على بعض، فيمنع الدم ان يرجع للليفت فينتريكل، ودي وظائف الصمامات اللي في الجهاز الدوري بتشتغل، بتشتغل بنفس الطريقة زي القصب. القصب في اتجاه الدم بيبقى سموث، لكن الدم لو عايز يرجع بالعكس فبيبنى صمام، بيبنى قصب الكوباية بتاع الصمام دي، ولما تتمرن بتقفل عليه. يبقى الفالف في بين في الرايت سايد، بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل، في مركز بالفالف، وبين الرايت فينتريكل والبلمونري ترانك في البلمونري فالف، والليفت سايد اوف ذا هارت بين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل في الميتال فالف، وبين الليفت فينتريكل والاورطة في الاورطة فالف. تمام، يبقى هنا بين الرايت اتوم والفنتركل تركيز بالبلد، بين الرايت فنتركل والبلمونت فانك بلمونت فالف، بين اللفت اتوم والفنتركل ميتال فالف، وبين اللفت فنتركل والاورطة الاورطة فالف. وهنا نفس الكلام اللي قلناه، الدم بيجي من السوبر الركبة والإنفيرير الركبة للرايت اتوم، من الرايت اتريوم يصب في ال رايت فنتركل عن طريق ال رايت كاسبت فالف، وبعد كده من الليفت فنتركل للبلمونري ترانك، ثم البلمونري ارتري رايت وليفت عن طريق البلمونري فالف، والدم بيروح للرئة ويبقى اكسجينيتد يرجع عن طريق 4 بلمونري فينز، 2 من اليمين و2 من الشمال، 2 من الرئة اليمين و2 من الرئة الشمال، فأربعة، دي 2 هما من اليمين و2 من الشمال، بيصبوا في ال left atrium، وال left atrium تصب في ال left ventricle عن طريق ال mitral valve، ثم left ventricle للأورطة عن طريق الأورطة valve. الأوتيز، قلنا الأرتيز ده أي حاجة شايلة بلود بعيد عن القلب، تمام، يبقى الأرتيز شايلة الدم بعيد عن القلب، والفينز شايلة الدم من ناحية القلب. يبقى الفينز ماشية من بوكسيمال ديستال، يعني دايما تتبع خريطة الأرتري من البوكسيمال ديستال، وتتبع خريطة الفين بالعكس من الديستال للبوكسيمال. تمام، نبدأ بالأورطة. الأورطة 3 أجزاء، هنا في صورة جايبها لكم. الأورطة ده الأورطة في ascending، ثم الارش، الارش العقوس، ثم descending، وال descending في جزء thoracic وفي جزء abdominal. ال ascending الأورطة بيدي coronaries، يعني لو في صورة للقلب هنا حلوة، هنا بيطلع coronaries. ثواني كده، طيب فبداية الاسندنج اورتا بيطلع الكورنيز، اللي فتح فيديو يقفله. الكورنيز دي شرايين تاجية بتطلع من الاسندنج اورتا، تمام. العشر في اورتا بيدي 3 برانشات، ده اسمه فيكيوكفاليك، ده كومون كاوتيك، ده ليفت كورنيكال، ليفت سيركل. الاثنين دول هما الاثنين دول، بس الاثنين دول بيطلعوا في الاول اللي هما ناحيه اليمين، بترانك واحد اسمه النمنت اللي هو ملوش اسم، او يسموه بعد كده بيكو كوفاليك. بيكيو يعني واحد رايح ناحيه الايد وواحد ناحيه الراس، يبقى بيكيو ناحيه الايد، كفاليك ناحيه الراس، يبقى ما هي نفس الكلام، في واحد ناحية الراس وواحد ناحية الإيد الدراع.
فالبلانشيت بتاعت الأشهر في أوضة هدفها إنها تدي توزع دم على الأبر ليمب عن طريق السيركليفين الرايت والليفت، واللي الراس عن طريق الرايت والليفت كومن كاروتيد. ده باختصار يعني باختصار البلانشيت بتاعت الأشهر في أوضة. يبقى أوضة فيه أسندنج سبلاي هارت عن طريق إيه؟ كورنريز، عن طريق كوروناري ارتيز. الارش بيسبلاي الهيد والنك والبرين، المجموعة دي عن طريق كومن كاروتيد. كومن كويز ارتيز بهذا النكو بين عن طريق ايه؟ كومن كويز ارتيز. الابر ليمب عن طريق السب كلافين، وقلنا على الناحية الشمال كل واحد طالع لوحده، على الناحية اليمين الاتنين طالعين مع بعض بترانك واحد. الديسندنج ده نزل في السوركس ثم الابدومين وبينتهي في الأبدومين، بأنه بينقسم. يبقى هو نزل في السوركس وبعد كده بيكمل في الأبدومين وبينتهي في الأبدومين عن طريق إنه بيتقسم لل كومن إليك. يبقى أبدومينال أورطة بينتهي عن طريق إنه بيتقسم لل كومن إليك. حد عنده أسئلة؟ كمالي عندك بتسألي على حاجة؟ طيب كومن اليك دول برضه هما كمان هيمشوا شوية بسيطة، وبعد كده ينقسموا الاكسترنال وانترنال اليك. فده من الكومن بيتقسم الانترنال والاكسترنال، تمام. حتى الكومن كاروتيد، الكومن كاروتيد اللي هما سبلاي هيد النك والبرين، بينقسموا الانترنال والاكسترنال. يبقى هنا القلب أو شوف أورته اهوت طلع منه شرايين رايحة للأبر ليمب على اليمين وعلى الشمال، وشرايين رايحة لل هيد النك يمين وشمال. الديسندنج أورته أهو نازل في السوركس ثم في الأبدومين، بينتهي عن طريق بدي برضه بدي برشيت في السكة دي، بس حاجات كتير مش لا مش لا يعني بدي للرئة. بدي أي حاجة ماشية جنبيها بديها. بعد كده ينتهي بأنه بينقسم ل رايت وليفت كومون إليك، وكومون إليك برضه ماشي شوية. وبعد كده بينقسمه لإنترنال وإكسترنال إليك. الإنترنال ده بيروح بلبس، والإكسترنال ده بينزل للور ليمب، يبقى اسمه فيمورال أرتري. يبقى فيمورال أرتري ده تكملة ال external اليك، تمام. يبقى ال اليك ارتي سبلايز بلفيك فيسرا. الأوردة بقى العكس، الأوردة بتبدأ كابيلز، تبدأ تتجمع تعمل فينيوز صغيرة، وبعد كده تتجمع تعمل فينيوز أكبر، وبعد كده فينز صغيرة، وبعد كده فينز أكبر. يعني لو عايزة تبسطيها ممكن نقول الأرتيز ماشية كده من الكبير للصغير لحد ما تنتهي بالكابيلاريز. يبقى هنا أرتيز، تمام. بتبدأ يعني طالعة من القلب، هنا الهارت، الهارت بيدي الأورطة وحاجات تانية. فكل حاجة كبيرة بتبدأ تنقسم، وكل مع كل انقسام بتصغر تصغر تصغر لغاية ما تنتهي بالكابيلاريز، تمام. يبقى هنا لو قلنا هنا الهارت،
أنا الأوتيز هنا كابيلاريز هتبقى تمام. بعد كده الكابيلاريز بتتجمع بقى بالعكس. الفينز بتمشي ازاي؟ بتمشي من الصغير للكبير، عشان في الآخر تصب في الهارت برضه. يعني الهارت هو بداية ونهاية، تمام. يبقى هنا الفينز اتجاهها كده من الصغير للكبير. يبقى الأرتري تمام، أنا برضو الهارت يبقى الأوت بياخد الدم من الهارت للتيشوز أو الكابيلاريز. مقصود بالكابيلاريز اللي هو التيشو ليفل، يعني مستوى التيشوز. نكتب هنا إيه؟ تمام. والفينز واخدة الدم للهارت من التيشو ليفلز للهارت، تمام. فهي كل ما تقرب من الهارت كل ما تكبر الفينز، لكن الارتيز كل ما تبعد عن الهارت كل ما تصغر. فهي ماشية كده، البداية في الهارت والنهاية في الهارت. الهارت عشان يبعت للتيشوز بيبعت لها دم في الارتيز، وعبين ما يوصل الدم قبل ما يوصل للأرتري الأصغر حاجة بيكون وصل من أكبر حاجة لأصغر حاجة. بعد كده لما يرجع الدم تاني بالعكس، أصغر حاجة دي بتبدأ تكبر واحدة واحدة، اللي هي فينز يعني، عشان ترجع الدم تاني للهارت. يبقى أنت عشان عندك حاجة ضخمة اللي هي القلب، بيطلع منها شرايين ضخمة. عشان توصل للخلايا اللي هي تيشو ليفل، لازم توصل لها حاجات دقيقة كابيلاريز، شعاعات دموية، تمام. الشعاعات الدموية دي عايزة ترجع تاني دم للقلب، فهتبدأ تكبر في الفينا سيستم عشان تعمل فيتز ضخمة عشان تدخل القلب اللي هو ضخم، تمام. كويس إنك بتسألي، عشان بعد كده في الشفوي اللي هيتسأل ومش هيجاوب ما يجيش يشتكي. يبقى قلنا الأورطة، يعني هو يعني كل الكلام دوت ملخصه إن القلب طالع من الأورطة، والأورطة ده 3 أجزاء. ascending الأسندنج أورطة بيطلع منه شرايين تاجية علشان يسبلاي الهارت نفسه. يعني الهارت ده بيدي الأورطة وبياخد منه شرايين، يعني هو تمام ياخد غذاء من الاورطه نفسها. والارش قلنا طلع منه شرايين للهيد والنيك والبرين والابر لمب عن طريق الكومن كاروتيد ارتيز والسب كليفيان ارتيز. تمام، انا بقوله كويس انك بتسالي، يعني كويس انك بتسالي، علشان دي حاجات تدل على انك يعني فاهمه وعايزه تفهمي بشكل أوضح أو بشكل أعمق. فاللي ما بيسألش وسأل سؤال زي كده وحسيت إنه تايه في النص، هتبقى حاجة وحشة يعني. فيا ريت الناس كلها تسأل، وكويس إن الكاميرا بتسأل. الله ينور. يبقى قلنا الأورطة ascending ثم arch ثم descending، والديسندنج دوت جزء منه ثوراسيك وجزء منه ابدومينال. الابدومينال بتدي يعني الابدومينال بتنتهي ب 2 كومن اليك. كومن اليك بينقسم هم كمان لاتنين، الاكسترنال وانترنال اليك. الانترنال انا بيروح البلفس بيغذي الاورجنز اللي في البلفس، والاكسانا بيكمل على انه فيمورال، بيكمل في اللور ليمب على انه فيمورال. والفيمورال بيكمل في الركبه، يعني الفيمورال دوت هو الشريان الفخذي، بيكمل في ماشي في الفخذ. سوري،
بعد كده بيكمل تحت. احنا قلنا الشرايين دي ماشية من بروكسيمال ديستال، بيكمل بقى في ركبة اسمه بوبلوتيال، وبوبلوتيال بينقسم لأنتيريور وبوستيريور. الأنتيريور ينتهي بحاجة اسمها دوسالس بيديس في القدم، والبوستيريور ينتهي بالبلانتر أرشيز أو بلانتر أرتريز. ده في القدم من خلف، دوسالس يبقى دوسال، دوسالس يبقى دوسال، بلانتر يبقى بلانتر في اللي هي في بطن القدم. تعال نشوف صور الكلام ده. ادي الاورطه descending abdominal aorta بينتهي عند هنا عند الليفل اوف اليك كريست او L4 L5. طيب تمام. ثواني تمام. وبعد كده بينقسم ل right و left common iliac. يبقى ده ايه common iliac. وبعد كده common iliac بينقسم common iliac لحد هنا، ده common iliac right وده common iliac left. common iliac بيدي internal iliac اللي هو رايح للبلبس هنا وهنا اليمين والشمال، و external iliac اللي هو بيكمل يبقى femoral. من أول هنا بيبقى اسمه femoral، وfemoral نازل في الثاي لحد ما يبقى اسمه popliteal، يعني بيدخل في الركبة من ورا. أنا بيلف من ورا، أنا بيمشي في الجنب من جوه، بعد كده بيمشي في الركبة من ورا. تمام، اسمه popliteal. بعد كده popliteal يجي هنا عند level of neck of fibula، بينقسم ل anterior tibial. هو من ورا، فال anterior tibial هيلف وهيطلع قدامي، هيطلع قدامي ينزل لحد ما ينتهي تحت بال dorsalis pedis. يبقى dorsalis pedis ده نهاية ال anterior tibial في القدم من فوق من الدوسال اسبكت، ده اسمه dorsalis pedis. البوستيريور تيبيال نازل اهوت في البوستيريور اسبكت، وبيلف بيدخل القدم من ورا وبيعمل البلانتر ارتريز. ميديال واللاترال الكاروتيد مش لازم تعرفه، يعني الكاروتيد برضه بيبدأ كومن كاروتيد وينقسم لأكسترا وأنترنال كاروتيد، وبعد كده بيكمل شرايين أخرى بتبقى وبازلة في المخ وبره المخ، مش لازم تعرفوها يعني. يعني هنا ده الكومن كاروتيد، ده كومن كاروتيد. بعد كده فوق بينقسم لأنترنال وأكسترا إليك، فا يعني مش لازم تكملوا فوق يعني، خليكوا في الجزء ده كفاية يعني. يبقى حد عنده أسئلة في اللور ليمب؟ أدي شرايين اللور ليمب بادية من الأوطة. تمام، بعد كده حد يقول لي. طيب حد يفتح المايك ويقول لي. حد فاهم حاجة؟ لو حد فاهم حاجة يقول لي. طيب شكلكم ما حدش فاهم حاجة. يبقى قلنا بس لو فاهم يا كاميليا افتح المايك وقولي. الشرايين الأورطة، الشرايين اللور ليمب، اشرح لي زي ما قلتها من أول هنا، من اول ال descending aorta على الصورة كده وانا نازل. ده ايه ده؟ نفتح المايك الاول.
حضرتك سامعني؟ كويس، ازاي تعمل يعمل ايه؟ الحمد لله بخير. كده المفروض اللي هو الكومن دوت اول حاجه اللي هو العام بيوصل ده ايه لباقي ده؟ الاجزاء بتاعت ده ايه؟ ده اللي هو الكومن. ده الاوتا، ده الاوتا ماشي لحد ال حضرتك بتشاور على اللي في النص. ده ده الاوتا الاورتا لحد كام؟ لحد اللي هنا اللي هو الانقسام بتاع اللي تحت ده. ايوه ده مستوى ايه؟ مستوى الفقرة 4 و5 القطنية ال 4 و5، يعني هو تمام. بينقسم عند ال 4 و5، دي ال 4 ودي ال 5، ودي الساكرم بعد اهو. كده بيجي لي هنا الكومون زي بعض الاثنين على الجنب. اليمين والشمال، ادي اليمين كومن اليك اليمين وكومن اليك الشمال، تمام. تمام. وبعد كده الانترنال اليك برضو كاليمين والشمال، هو التقسيمة كلها شبه بعضها يمين وشمال. ثواني، اللي تاني الو، قالك اهو معاك، اتفضلي. يعني تاني قالك اهو صح، ده بيروح فين؟ تمام. بيروح فين؟ الو ايوه سامعك، اتفضلي قول. الو، ايوه كمل. ايه الو، كمان الصوت واضح ده ايه؟ الو، معاك، اتفضلي. سامعني كده يا دكتور؟ الصوت واضح. الانترنال اليك دوت، وبعد كده الاكسترا اللي هو اللي طالع منها اللي ده بيروح فين؟ دوت بيكمل باقي اللي هو بيدخل الجهاز البولي والحاجات ديت ولا بيدخل الأعضاء اللي هنا بتاعت الحوض يعني، اعضاء الاعضاء التناسليه. وبعد كده كل الاكسترا حاجة في اللي هو الحوض. بيكمل. تمام. الإكسترا إليك، مش إكسترا إليك، بيكمل عشان ينزل اللي هو الليمب. ينزل العضلات بقى وباقي الجهاز اللي هو الهيكلي. أيوة، يبقى هنا إكسترا إليك بيكمل، هو بيبقى اسمه من أو من بعد نقطة معينة بيبقى اسمه فيمورال. بروفاندا فيمورال لا، بفضل في ده برانش، ده هو اللي ورا، لكن هو اسمه ده هنا اللي فيمور. وراه. لكن هو الاكسترنال بيكمل كفيمور عادي، ده اسمه تمام. فيمور. وبعد كده فيمور ده بينزل في الساي لحد ما يدخل السوبرفيشيال بقى اللي هو السوبرفيشال يبقى فيمور. اللي هو هو اللي هو بالنسبة لي أنا من بره. السوبرفيشال هو الفيمور نفسه، يعني اسمه سوبرفيشال فيمور او فيمور، تمام. تمام. اللي هو كبير، الصغير اللي ورا ده هو اسمه بفندو فيمور، ده برانش من السوبرفيشال فيمور. فهو طيب الاكسترنال حضرتك هنا بتقول الاكسترنال اليك دوت هو بيبقى الفيمورال. طب انا هعرف منين اللي هو اللي هو ده، السوبرفيشال بقى ولا اللي هو هو دوت؟ صح، يعني السوبرفيش دوت اول ما بيجي هنا عند السوبرفيش النقطة اللي حضرتك قلت عليها ديت بيبقى اسمه سوبرفيشال فيمورال او فيمورال بس. فيمول بس. يعني السوبرفيش فيمول ده، يعني سيبك من السوبرفيش، هو اسمه فيمول اساسا، تمام هو كبير. بعد كده ده تمام بيدي برانش اسمه بوفاندا فيمول. بوفاندا يعني عميق دي، بس ايوه بيبقى ايوه صغير شويه اللي هو ده. يبقى هو الاكسترنال بيكمل فيمول، ليه اسم تاني سوبرفيشال فيمور مش مهم. فالفيمور ده تمام. نازل في الثاي، بيغذي العضلات اللي في المنطقة دي، بعد كده يلف هو لورا. هو ايه؟ ايوه هو البروفان ده بالنسبة للتانيين بيبقى ثن اكتر ولا نعم، لسه ما تقول ايه؟ الو؟ معاك، يقول البروفان ده فيمورال كده بالنسبة للباقي الاليك الباقي كده كله بيبقى ثن اكتر ولا رفيع اكتر يعني؟ بفند فيمور عشان هو برانش من الفيمور الاساسي، يعني هو ده برانش، فاي برانش بيبقى ارفع من الـ من الـ من الاصل. من الاصلي. تمام. يعني هو ده الاصل، هو البفند هو رفيع، بس هو البفند ده بيدخل ديب، يعني بيوصل للعضم. لكن بيتفرع عشان كده. ما ينفعش يعني يبقى سميك علشان كده ممكن ما يوصلش. صح، المسافة مش هتبقى سامحة. هو لا مش كده، هو الفكرة إن هو شريان يعتبر مش رئيسي قوي، بس هو طلع من شريان رئيسي اللي هو فيمول، بس باسمه بوفاند علشان بيتوغل بيوصل لأعمق حاجة، يعني أعمق طبقة في العضلات ناحية العظم. فأنت ايوه شايفه نازل وبيدي ايوه بلانشيت ايوه شايف. لجوه خالص. لكن ده السوبرفيشال فيمول لحد ما مازال سوبرفيشال شوية في سكته يعني. تمام. تمام. بعد كده بيلف لورا يدخل الركبة في روبليتير البوبليتير بقى. الفوسطة، تمام. هنا دي اسمها بوبليتير الفوسطة، حتى اللي ورا في الركبة مش من قدام. فبيمشي من أول هنا لحد ما يتفرع، اسمه بوبليتير الأرتري، تمام. تمام. بعد كده بيتفرع ليه؟
طبعا واحد بيلف الانتريور وال وبصيو الأنتيريور بيلف لقدام والبورتال. وينزل في الساق لحد ما يدخل القدم عن طريق، ويبقى اسمه دوسيلس بيدس. يبقى دوسيلس بيدس ده تكملة الأنتيريور تيبيا. ايوه دوت بص اللي هو التفرع بتاع الرئيسي اصلا من فوق. أيوه، والبوستيريور تيبيا تمام بيكمل في البطن الرجلي من تحت بالبلانتر بلانتر ارتريز. تمام. تمام دكتور لو سمحت، هو الأوردة بتعمل عكس عكس الشرايين صح؟ يعني الأوردة بتعمل بقى فوق. الأوردة هتبدأ من هنا بقى، تبدأ من هنا وطالعة. يعني كل شريان بيبقى معاه وريد أو وريدين بس ايوه بعكس الاتجاه. يعني لما نيجي نتكلم على الأوردة هنقول هنبدأ من هنا وطالع تمام وطالع عشان تمام رايح في اتجاه القلب. يعني مثلا انا كده افتكر حاجه من احياء ثالثه اللي هي كانت الغده الليمفاويه، فداخل لها اللي هو الحاجات مثلا بالليمف بتاعه كده، فالمفروض انها تنقيها، فبيستلم وبعد كده منه اللي هو الوريد وكده صح؟ ده نفس التشبيه كده. الغدد الليمفاوية، الأوعية الليمفاوية بتصب في الآخر في الأوردة. يعني هو تمام نفس اتجاه الليمف. يعني الليمف برضه بياخد بيصفي السائل اللي طالع من الكابيلاريز، بياخده ويرجعه تاني للدورة الدموية الرئيسية ناحية القلب فوق في الصدر. فبياخد حاجة تمام من ماشي الأطراف للصدر. ماشي شكرا تمام. شكرا يا دكتور. لا الأبر لمب نفس الكلام، سب كليفين بيدي الأكزيلري هو يعني سب كليفين ماشي، كل ما يمشي بيفرل أو كل ما يمشي ديستال يبقى ليه اسم. سب كليفين عند حتة معينة يبقى اسمه أكزيلري، ثم الأكزيلري يبقى اسمه بريكيال، وبعد كده وثم البريكيال ال بينقسم ulnar artery. أنا وريديال، وبعد كده الالنا بيدي بالمر ارش والراديال بيدي بالمر البالمر ارش، نفس الفكرة. لو نشوف لها صورة، دي سبكوليفيان لمين طالع من البيكو كفاليك، سبكوليفيان اهوت يطلع من تحت الكلافيكل يبقى اسمه اكزيلاري، برضه الاكزيلاري يطلع من تحت عضلة اسمها بكتورس ماينور يكمل اسمه بريكيال. بريكيال ماشي لحد الـ level of head neck radius، ينقسم لـ radius lateral، radial artery lateral و ulnar artery medial. والـ ulnar artery بيكمل في الإيد في البالم، بيعمل أرش اسمه superficial palma، والـ radial بيعمل deep palma. ده باختصار. ولما نيجي نقول الفينز هتمشي بالعكس، وعن طريق حاجة اسمها فينا كوميتي. فينا كوميتي يعني كل شريان ماشي معاه 2 أو 3 فينز، ده تمام في الديب سيستم. برضه الفينا سيستم دي سوبرفيشال وفي ديب. السوبرفيشال هنتكلم عليه دي أسامي، الديب ملهوش أسامي، اسمه فينا كوميتي. يعني كل شريان معاه 2 مصاحبين دي بس. هنا بوكزمال هتلاقي فيه هنا في أكزيلري فين، في سبكليفين فين، فالأسامي البوكزمال دي هتبقى شبه الأرتريز. دي ليه ماشي هتبقى يعني مش عارف. تمام. حد عنده أسئلة في الجزء دوت؟ لا انا كده تمام. تمام. هندخل على الفينز الفيديو الجاي.